السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الاسد. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الاسد دي توقعات شهر ابريل الشهر القادم باذن الله. شهر ابريل ده هيقدم لك حاجات كتيره جدا يا برج الاسد، فركز معايا كويس جدا في القراءه بتاعتك، واللي ينطبق عليك تنزل تقولولي في الكومنتات، ولعل يكون عندك خير وعندك ثقه بالنفس باذن الله في حياتك القادمه. خلي بالك انت من كتر الضغوط اللي انت فيها ما بقتش شايف قدامك، فركز معايا في قراءتك واللي ينطبق عليك تنزل تقولولي، وما تبخلش عليا باللايك الجميل وبالتعليق الحلو اللي بتصلي بيه على الحبيب. ثقتك بنفسك هتكون عاليه باذن الله الفتره اللي جايه، علشان هيكون عندك تقدم في حاجات كتير او في مواضيع كتير عندك شغله بالك الفتره دي. وهنشوف مع بعض ايه التوقعات وايه التبشرات وكله بسم الله. لا القراءه بتاعتك باين عليها مبشره جدا. اول حاجه برج الاسد، انت هنا حاسس حالك واقف، نصيبك مغلق، حاسس ان الدنيا كلها سودة في وشك، صح يا اسد؟ صح يا اسد. طيب ليه؟ هقول لك ليه. اولا انت عندك عين قويه جدا صايباك وموقفه حياتك. ثانيا محسود، الحسد اكل كل حياتك، كل ما بتمشي خطوه لقدام بترجع الف خطوه لورا. عندك هنا احباط، احباط من حاجات كتيره جدا جدا انت محبط منها. انت نفسك مكسوره يا برج الاسد الايام دي بسبب الكلام كتير جدا اللي انت بتسمعه. طيب بعض مواليد برج الاسد عندكم طاقه سلبيه، ليه؟ بسبب الحاجه اللي انتوا عملتوها وفشلت، بس انا شايفه ان طاقتك هتتجدد وهيكون عندك طاقه ايجابيه. بايه؟ بالخير اللي هيجي، وكمان بالمشروع اللي انتوا ماشيين فيه. البعض منكم في مشروع عندك انت ناوي عليه، في مشروع انت ناوي عليه او داخل فيه وبتقول يا رب انصرني فيه. طيب ايه الخساره اللي حصلت عندك في حياتك ندمان عليها وزعلان وبتقول يا ريتني ما كنت عملتها؟ انت هنا حاسس بالغدر والخيانه والمشاكل الكتير. برج الاسد، انت هنا بينك وما بين الشريك مشاكل، بينك وما بين الشريك الايام دي مفيش تفاهم او حصل عندك انفصال، صح؟ صح. طيب هنا في حد بياخد منك الشريك، في طرف ثالث داخل في علاقه، نرجع الموضوع ازاي ونحسن بالتفاهم وبالصبر؟ في حد بيتكلم عليك، في حد بيتكلم عنك بالسوء مع الشريك، احذر. في ناس واقفه جنبك وبتحاول تساعدك وبتقدم لك الخير، بس الناس دي عدوتك. الشخص اللي هو بيحاول يقدم لك الخير ويقدم لك المساعدة، بس ده بيحاول ان هو يستغلك وبياخد منك كل حاجة من حياتك. خلي بالك بينك بين الشريك، الشريك عندك مشاكل بينك وما بينه بسبب طرف تاني، بسبب طرف تاني. برج الأسد، برج الأسد انت هنا حاسس بالخنقة وحاسس ان انت زعلان وقلقان. ليه؟ ليه قلقان وخايف وحيران؟ خايف من اللي جاء؟ قرب من ربنا، قرب من ربنا يا برج الاسد عشان ربنا ينصرك على اعدائك. بص هنا، انت حاسس ان انت كل ما تقوم بترجع، حاسس ان انت كل ما بتقوم بترجع، يعني لما بتتصدم وبتحبط بتاخد ضربه بترجع تاني. لا انت هنا حاسس ان انت مخنوق ومتضايق وحيران، حاسس انه ما عندكش استقرار، صح يا اسد؟ صح يا اسد. ما عندكش استقرار عشان انت برج ناري، طموحاتك عاليه، دايما حاسس ان انت مختلف عن الكل، انت مسيطر، شخصية قوية جدا يا برج الاسد، بتحبش حد يسيطر عليها. صحتك في النازل يا اسد، ليه؟ علشان دايما تفكير عندك كتير. ايه المشروع اللي انت داخل فيه؟ في مشاكل، في حاجة انت داخل فيها فيها مشاكل يا برج الاسد، وعارف ان هي فيها مشاكل وبرضه مصمم، برضه مصمم، مصمم على اللي انت فيه. حاسس بتحس من وقت للتاني ان انت تعبت ونفسيتك تعبت وان انت مش قد المسؤوليه، وعايز تهرب من الناس وتهرب من الواقع وتمشي من الدنيا كلها. ليه يا اسد؟ ليه ده كله؟ بص هنا، الطعنات اللي انت خدتها والخوازيق، حد بيستغلك على مصلحته. طيب هنا عندك مشاكل ماديا وعائليا، مشاكل ماديا وعائليا، احذر احذر احذر. هنا عندك مشاكل بينك وما بين الاهل، ليه؟ بسبب حاجه انت عايز تعملها والاهل مش راضيين عليها، في حاجه انت عايز تعملها والاهل مش راضيين عليها. هنا عندك اشتياق لحد، لحد من العيله، لحبيب، لاطفال، عندك اشتياق لحد. طيب في حد هنا من ابراج ناريه بيحبك وبيحاول يساعدك.
انت بتدور على الاستقرار وعلى الحب والحنان، اي حد بتلاقيه بيحتويك بتترمي في حضنه يا برج الاسد، اي حد بيحتويك بتترمي في حضنه. يلا بينا نشوف الفنجان. بص يا برج الاسد، انت هنا قاعد وحزين، مفيش حد بيعطف عليك، مفيش حد بيديك كلمة حلوة، محدش واقف جنبك، صح يا أسد؟ صح يا أسد، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، الأيام اللي جاية هتقف منصور على أعدائك، هتقف منصور على أعدائك. عندك برج من الأبراج الترابية، برج من الأبراج الترابية، بص بيحاول يديك رزق، بيحاول إن هو يحاول إن يقدم لك الخير بقدر المستطاع. بص، في أشخاص موجودين في حياتك بيزودوا همك، في أشخاص موجودين في حياتك بيزودوا همك، هنا أنت قاعد ومستني الحاجة اللي تحصل اللي أنت باني عليها حياتك تحصل علشان خاطر تكمل هدفك وتكمل مشروعك. هنا أنت عندك ناس أهي أهي يا برج الأسد بتجدد لك طاقة الحسد، طاقة السحر. شايفة كمان انه في زعل شديد بينك وما بين حد، الحد ده انت كنت بتحبه او بتعزه، حد انت زعلان منه، او حد هيجي لك ويصالحك باذن الله. بلاش تكون متسرع، بلاش تقول كلام يزعل اشخاص عندك، بلاش تقول كلام يزعل اشخاص عندك. انت هنا سمعت كلام وحزين وندمان، سمعت كلام او اكتشفت حقيقة يا برج الاسد. طيب، خلال شهر ابريل هتجيلك مكالمة من حد انت بتحبه يصالحك، وهيبقى عندك صلح بينك وما بين الاهل. العاطفية عندك هتكمل على خير باذن الله، العاطفية عندك هتكمل باذن الله. هنا عندك حد هيكلمك وهيعزمك على قعدة حلوة، على لمة حلوة. بص يا برج الاسد، انت هنا ناوي تاخد قرار بشكل متكامل، انت فكرت تفكير عميق، بس ها حان الوقت ان انت تاخد القرار اللي حياتك واقفة عليه. انت هنا عندك دخول محكمة بالخير، انت واقف ومتألق للمستقبل، طموحاتك عالية، مستني الحاجة اللي تحصل تغير حياتك كلها. صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. برج الأسد، انا شايفه ان هنا انت صحيا في النازل، عندك الم في صحتك، بس باذن الله عندك شفاء، باذن الله عندك شفاء. الصداع والحيره هتتخلص منها، الفرحه اللي هتفرح قلبك بطريقه عميقه ان شاء الله باذن الله جايه. بص، المشروع اللي انت داخل فيه اهو يا برج الاسد، مشروع انت داخل فيه بالخير، هتحصده خير ان شاء الله باذن الله. انت هنا داخل جمعيه، في حاجه معينه هيجي لك منها فلوس، وفي نفس الوقت انت ناوي تغير المكان اللي انت فيه، انت ناوي تشتري سكن جديد، ناوي تغير المكان اللي انت فيه يا برج الاسد، عايز تشتري عربيه، تشتري بيت، تبني، عايز تغير المكان اللي انت فيه. انت هنا فقدت حد عزيز على قلبك، فقدت طفل، فقدت ام، حد عندك فقدته وزعلان، حد عندك فقدته قاهر قلبك. طيب، في حد عندك هنا، حد عندك هيحسن من مزاجك، حد عندك هيغير من نفسيتك، حد عندك هيغير من مزاجك ومن نفسيتك. هتقعد قعدة لطيفة، قعدة حلوة، قعدة فيها بعض الكلام الحلو، بعض الذكريات هتفتكرها تفرحك. بص يا برج الاسد، شايفه انه في واحده ست عندك في حياتك، شعرها يعني انا هوصفها لك. الست دي عايزه توقع بينك وما بين او توقع ما بين الناس في بعضيها، بينك وما بين الاخ، بينك وما بين الاخت، بينك وما بين الصديق الحبيب، بينك وما بين الاهل. الست دي وحشه، الست دي رفيعه مش تخينه خالص، ست دي رفيعه مش رفيعه قوي، بس هي متوسطه الحجم، شعرها خفيف يا برج الاسد، عيونها عسلي، احذروا منها يا برج الاسد، دي بتوقع بينك وما بين الناس، دايما بتتكلم عنك بالسوء. بص يا برج الاسد، الناس اللي بيجددوا لك طاقه السحر هتعرفهم أول 10 أيام من شهر إبريل، أول 10 أيام من شهر إبريل هتعرف الناس، وهتعرف الست دي، وهتعرف كمان البومة اللي كبيرة في السن. في ست كبيرة في السن أهي، وحشة جدا 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 يا برج الأسد،
بس عايزه اقول لك وابسطك انك انت عندك انفراجه حلوه باذن الله، بفضل ربنا عندك انفراجه حلوه، بس تخلي بالك وتواجب في حياتك، تواجب في حياتك على الصلاه والقران، الصلاه والقران، وتخلوا بالكم من الاذكار. ليه؟ علشان الفرحه اللي هتدم عليها العين هتبقى كل الناس عايزه تاخدها منك. الحاجه اللي هتحصل في حياتك كل الناس يا برج الاسد هتكون عايزه تاخدها منك، وهتكون عليك عيون كتيره جدا. فنعمل ايه؟ نجيب كوبايه ميه ونقرا عليها قران ونشربها. دايما نخلي القران في بيتنا، دايما نقول الادعيه اللي بتحصن بيها النفس، وانا هكتب لكم الدعاء في اول تعليق وهثبته لكم. بص الامور عندك هتتظبط وهتتحسن، وهيبقى في تحسن في حالك وصحتك ومزاجك وكمان عاطفيتك، فما تقلقش خالص لان انت هيكون عندك تقدم حلو. ونشوف مع بعض بقية اخبارك وتوقعاتك وتبشراتك. الحاجة اللي انت مستنيها تحصل هتحصل باذن الله، وعلشان كده هتلاقي كل الكلاب تعوعوا وراك، كل الناس اللي خذلتك وغدرت بيك وخانتك هتقف وهتكون منصور. انا شايف ان الايام اللي جاية ان انت لو ما خدتش بالك كويس جدا جدا الناس هتوقعك في حفرة، هتوقعك في حفرة. انت هنا حيران ما بين امرين، حيران ما بين امرين، او واقف بينك واقف في النص، واقف في النص ومتألق، متألق للي جاي وللمستقبل يا برج الاسد. شايفة بعض مواليد برج الاسد هيتخطوا بعض العقبات بس بانتصار وبذكاء. الاسد ذكي جدا، الاسد طموح، الاسد متفائل، بس دايما تفكيره متشتت. بعض مواليد برج الاسد عايزين يطفوا النور ويقعدوا لوحدهم بعيد عن الناس عشان اتغدروا كتير واتطعنوا وعشان ما فيش حاجه بتكمل عندهم. بس انا شايفه ان انتوا شهر ابريل هيقدم لكم الخير، هيقدم لكم المكالمات اللي انتوا مستنيينها، دخول المحكمه بالخير، كمان هيتوجب عليك اتخاذ قرار حياتك واقفه عليه. والله العظيم يا برج يا برج الاسد عندك خبر حمل، والله عندك خبر حمل. طيب اقول لك على حاجه كمان، هتلملم كل مشاكلك وهتمسكها وترميها في الزباله اهي. بص اهي، هتلملم كل مشاكلك وهترميها في الزباله باذن الله. والله عندك انفراجه وعندك خير ورزق جاي، بس اصبر اصبر يا برج يا برج الاسد سوري. بص انت هنا ناوي تغير نفسك، تغير ابسط حاجه، تغير لون شعرك، ابسط حاجه تغير تفكيرك، تغير حياتك. انت هنا ناوي تغير حياتك، انت دايما بتحب تكون متالق وتكون مميز. اي نعم انت تعبان من الشده اللي انت فيها حاليا، تعبان من الحيره والخوف والالم، تعبان انت صحتك، عندك صداع مستمر، عندك الم في المفاصل، عندك الم في معدتك، عندك حد تعبان في البيت بتدعي له دايما ان هو ربنا يشفيه، ان هو دايما ربنا ينصره. بعض مواليد برج الاسد انتوا عندكم اهتمام بمشروع معين، عندكم اهتمام بحاجه معينه بتحاولوا دايما تسعوا فيها ودايما تقدموا الخير. برج الاسد انا عايزاك الفتره اللي جايه تكون حريص كويس جدا جدا على اللي هيحصل، وتكون تخلي بالك من ان انت تكتم السر. زي ما قلت لك الحاجه اللي حياتك اللي هتحصل في حياتك كل الناس هتكون عايزه تاخدها منك. اكتم اكتم اكتم، شهر ابريل بيقول لك اكتم على حياتك، اكتم على نفسك شهر ابريل خصوصا، شهر ابريل خصوصا اكتم، علشان الحاجه اللي هتحصل لك هتبقى كل الناس عايزه تاخدها منك، وهتبقى كل الكلاب عايزه تنهش وتاخدها منك يا برج الاسد. وعشان كده شهر ابريل بيقول لك اكتم، يعني دي نصيحه ليك، اكتم وباذن الله بفضل ربنا هتحصد كل اللي انت زرعته. حان الوقت يا برج الاسد، انت تعبت واتألمت واتكسرت واتغدرت، ودايما كنت حاسس ان حياتك واقفه، مفيش اي حاجه بتكمل، حاسس ان كل الطرق مسدوده، حاسس نفسك تعبان من كل حاجه، عندك اشتياق لزوج بعيد عنكم، اشتياق لاطفال، اتطعنت كتير، ناس بتحاول تفرق بينك وما بين الشريك، دايما حاسس ان حياتك واقفه ومفيش اي جديد. طيب تفائل خير،
حان الوقت ان انت تاخد قرار حياتك واقفه عليه. الورقه المهمه هتتقضي باذن الله، اشتياقك على اطفالك، اشتياقك على الحبيب، على الزوج، ايه عندك حد هيقدم لك المساعده، حد هيصالحك. بس احذر من الست الكبيره في السن، احذر من الست الذوق شكل رفيع، عيونها ملونه، احذر منها. ان شاء الله باذن الله هيكون عندك خير وهيكون عندك تفاؤل وحب باذن الله. اللهم بشرنا الخير، بشرنا الفرحه، بشرنا التفاؤل، اللهم بشرنا فرحه تدمع عليها العين والرزق. تفكير، عندك طاقة تفكير، ومن طاقة التفكير دي هالات سودة تحت العين، تساقط شعر، وجع في الجسم بسبب قلة النوم، بسبب قلة النوم. عندك حيرة، رغم ان انت اخترت الطريق الصعب، انت ما بتختارش الحاجة السهلة، ده اجمل ما فيك، بتحب تختار الحاجة الصعبة اللي تتعب فيها. بص البومتين اللي قاعدين لك برضو مرصودين لك، البومتين اللي بيحاولوا يأذوك بكل الطرق، بيحاولوا يكسروا هدفك. عندك شراء ملابس، شراء هدوم جديدة، شراء حاجة معينة في حياتك الفترة اللي جاية بإذن الله. خلي بالك انت هنا عندك سحر، عندك سحر، والسحر ده ممكن يكون جاي لك من طرف ثالث متدخل في حياتك، او بسبب مشاكل وضغط نفسي عندك هنا. فخلي لي بالك من الايام اللي جايه، ويا ريت تشغل لي الرقيه الشرعيه على طول، وتحاول على قد ما تقدر تنام كويس، علشان النغزه اللي في قلبك دي والالم اللي في ظهرك ده مش طبيعي، ده بيزيد عندك في ايام معينه، بيزيد عندك، بتحس انه في مشاكل. خلي بالك انت كمان اكتر الفتره دي عندك نفور مع الشريك، رغم ان هيبقى في صلح وهيبقى في كلام، بس انا عايزه اقول لكم انه انتوا عندكم سهم، او عندكم حرب، او عندكم مواجهه مع حد. في كمان لبس فستان، الفستان ده ممكن يكون مناسبه حلوه او كلام حلو باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. انت هنا عندك بقى، يعني اقدر اقول لك ان انت عندك هنا الفتره اللي جايه هتكون فيها انفراجات. انت عشت فتره من الياس، عشت فتره من الظلم، عشت فتره من الحيره والتعب، وشيل الهموم لوحدك، وده طبعا حاجه تعبتك جدا الفتره اللي فاتت دي، علشان تخاب املك او تخاب ظنك. هنا كمان انتوا عندكم ورق هيخلص، او ورق عاطل. الورق العاطل ده، او الورق اللي هيخلص ده، هيكون خير باذن الله. اكتر يعني ما فيكم انتوا بيحبوا البحر، او بيحب يقعد على البحر، في فسحة او في خروجة او في حاجة تخص البحر انتوا هتروحوها الايام اللي جاية، ممكن تروحوا تقعدوا مع حد في بحر الله اعلم. في كمان حبة لهفة، حبة اشتياق جواكم، مشتاقين لحد بعيد عنكم، مشتاقين لحد غايب عنكم الله اعلم، بس انت عندك اشتياق كبير، اشتياق فظيع الفترة دي. في كمان هنا حد من الابراج عندك بيحكم بالعدالة، حد بيحكم يعني حد بيحكم كده بالعدل، ما بيعرفش الخيانة ولا بيعرف الظلم، دايما بتلاقيه كده حاكم بيقول لك الحق، ما بيحبش ينافق، ما بيحبش يزود في الكلام، بيحب ان هو يقول الحق حتى لو هتخسره كتير. الحد ده موجود عندك وهيفضل دايما يقول الحق، فانت لو عندك مواجهه معاه او عندك يعني كلام وهو هيكون قاعد، هتطلع منها منصور، علشان هو هتلاقيه بيقول الحق باذن الله. في كمان هنا رقم 5، رقم 5 ده الله اعلم ينعمل لك ايه، بس من ورا 5، من ورا رقم 5 في تشابك، التشابك ده ممكن يكون قاعده. مين هنا العلاقه السامه؟ في علاقه سامه، حرف السين ده أذيك، حرف السين ده تعبك نفسيا ومزود همومك والضغط عليك. في كمان هنا ان انت قلبك طيب، طول عمرك قلبك طيب، واللي في ايدك مش ليك، واللي في ايدك مش ليك، بتدي كتير قوي، بس انا شايفة ان انت تحولت بقى، يعني انت اتكسرت كتير اكتر من مرة. هتقولي ما اتكسرتش، اقولك اتكسرت اكتر من مرة، وبسبب كسرة القلب انت تحولت. مش هقولك ان انت تحولت لحد شرير، بس تحولت لحد تكون فاهم الحياة اكتر، تحولت لحد تكون خلاص خلاص هديت شوية. خليلي بالك هنا من نفسك، علشان المواجهة اللي هتحصل مع الابراج الترابية هيكون في كلام كتير جارح، فانت اللي هتقرر ايه اللي هتعمله، وانت اللي هتقرر باذن الله تقول ايه. البعض منكم ناويين يزور الدكتور، في عندك هنا استشارة مع دكتور، او عندك علاج، او عندك حد هيتصل بيك ويقول لك تعالى روح معايا الله اعلم.
انت عندك هنا خطوتين للدكتور، وفي نفس الوقت بعض منكم ناوي يعمل عملية، ناوي يخرج نفسه من الهموم اللي هو فيها. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. اقدر ابشركم بخطوبة، بزواج، بفترة حلوة جدا جدا الفترة اللي جاية. من اجمل ما فيكم الحاسة السادسة، وعشان كده في علاقة صداقة هتتحول لحب، او انت ناوي على بداية جديدة، ناوي على حاجة جديدة تدخل فيها الفترة اللي جاية. واقدر اقولك ان انت ما تقلقش خالص. ليه؟ عشان جايلك من وراها خير، بس انتوا بتغيروا جدا على الناس اللي ليكم، بتغيروا جدا على الاشخاص اللي في حياتكم. يا ريت الغيرة بتاعتكم تكون هادية، وما تحاولوش تطلعوها بشكل سريع، لا اهدوا كده شوية وحاولوا بالراحة، وحاولوا ان انتوا واحدة واحدة، علشان خاطر الهم اللي انتوا شايلينه، وعلشان خاطر ما الشريك ما يحسش ان انتوا بتحبوه اكتر فهو يجي عليكم. وانتوا خلي بالكم، دايما اقول لكم ان انتوا عندكم فشل في علاقاتكم العاطفية. ليه؟ علشان ما بتختاروش الشريك الصح. انتوا قراراتكم كلها صح في كل حاجة، قراراتكم صح، بس في اغلب الامور هيكون عندك انفراجات حلوة من ورا العاطفة لو انت اخترت صح. لو انت اخترت صح، في حد هيجيلك من الابراج الترابية وهيعتزلك. الحد ده كان بينك وما بينه علاقة على السوشيال ميديا، كان بينكم وما بينه مواضيع، الله اعلم، هيبقى فيه اعتذار وممكن يكون فيه كلام. انت لازم تتخلص من الحسد الشديد اللي عليك. انتوا دايما متألقين، دايما واثقين في خطواتكم، واثقين في اهدافكم، واثقين في كل حاجة تخص حياتكم. وطبعا هو ده اللي مدخلكم في الحيرة اللي انتوا فيها. انت عندك وجع اليومين دول في الكتف زايد قوي الفترة دي. ليه زايد؟ علشان انت شايل هم كبير ومش ناوي تتخلص من كل الطاقات السلبية اللي انت فيها. رغم ان هيكون عندك انفراجات حلوة ومواجهات برضو حلوة، وفي نفس الوقت هيكون عندك خبر مفرح هيفرحك جدا، وهتكون مبسوط باللي انت بتعمله. هل انت الفترة دي، مش هقولك ان انت اديت ظهرك لناس كتير، بس بدأت تطنش شوية. اغلب الوقت تليفونك صامت، بدل ما كنت بتمسك التليفون 24 ساعة بدأت تقول خلاص واحدة، انا التليفون مش هيفيدني في حاجة، انا هفضل ماسك التليفون هستفاد ايه؟ بدأت تغير من نفسك، ما بقاش يهمك رنة التليفون بتاعتك، ما بقاش يهمك كل شوية تمسك تليفونك. اتغير، انت اتغيرت 180 درجة، ومحدش عارف ان انت اتغيرت. انت ساكت وبيسألوك انت فيك ايه، انت مالك، هو ايه اللي حصل، اسئلة كتير جدا. في كمان هنا حاجة حلوة هتحصل لك الفترة اللي جاية لو هديت اعصابك شوية. يعني ممكن ورا المواجهة اللي هتكون في حياتك دي هتكون كمان في امور حلوة او في انطلاقات حلوة. اتمنى لكم السعادة والهنا والرزق، التفاؤل.